أخوتي المهاويل جميعاً، ونتقدم بالشكر الجزيل والتقدير إلى أصحاب العدسات المميزة، إلى قناة قنبريون ميديا، هذه القناة الرائعة التي حضرت معنا اليوم من أجل أن توثق هذا المهرجان الشعري وأن تنقله إلى متابعيها بأفضل دقة وأروع صورة وفوتوغرافيا رائعة على اليوتيوب، فكل التوفيق للأخوة العاملين عليها. قبل أن أقدم مسك الختام، معنا مشاركة شعرية من بنت الشهيد حسين السيلاوي، الطفلة مروة حسين، استقبلوها بالصلاة على محمد وآل محمد. لا زامت بعد عيناك لاهيت، لا بطل عليك النوح لاهيت، مجروحة وقول الطيب لاهيت، رصاصة صابتك شاملت فيك، اش كثر اش كثر ونيت بس وانك امس وين، وشخصك جرح بكل امس وين، شهيد اليوم يا بابا امس وين، ضحكنا وبالحزن ردت عليك بابا بابا، والله اشتاق لك حس بي يقوم، الدنيا ظلمة وانت بعيونك ضوى، بابا بابا قوم وياي، صارت بنيتك يتيمة ومن يمر طريق يخنقني الهوى، تلعب تلعب اطفال ويا ابوها وانا ليش ضاع وحدي بلا ابو بهالمستوى، الناس الناس تحصد بالضحك والزرع هيل، وغير دمع وحزن بستان شعوع، بابا بابا دلوني عمامي وكل غريب، ارحمني اخوانك بشعة الدوى، بابا واني وانا المدلل جنت من ضيم احس ظهري التوى، الشجرة الشجرة تحصد روحي بموسم حصاد، خاطر تخلف شجر مني النوى، خاطر تخلف شجر مني النوى.